هيكون معانا واحد من عمالقه النادي الاهلي، واحد معلم جدا مع الجمهور عبر سكايب. هيكون معانا جيلبرتو، واحد من افضل الباكات الشمال في النادي الاهلي وفي افريقيا. برحب بيك على برنامج السادسه. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. على دعوتكم ليا ان يكون موجود معاكم على قناه النادي الاهلي، ده مصدر رضا وسعاده ليا دايما. اكيد ده شرف لينا. عايزين بس الاول نطمن جمهور الاهلي عليك دلوقتي، يعني بتتولى مثلا اداره فنيه في اي نادي او ناوي تتجه للتدريب قريب؟ يعني انت فين دلوقتي؟ في اللحظة الحالية أنا في بيترو لواندا في قطاع الناشئين، فأنا مدير الكرة القطاع الناشئين في فريق بيترو لواندا. والنادي اللي بيترو لواندا ومن الأندية اللي لها تأثيرها في القارة الأفريقية، فقطاع الناشئين ليه أهميته كمان. طيب لازم أسألك عن شعبية الأهلي في أنغولا بسبب طبعا أنت جيلبرتو اسم كبير وفلافيو وكمان جيرالدو. Quero saber da popularidade do Al-Ahli em Angola, já que tu jogaste aqui e o Flávio e eu agora. Alô? Agora sim, melhorou sim. Não, a partir do momento que o Beto, o Flávio. جيلبرتو وفلافيو لعبوا في الاهلي وقدروا يحققوا جزء من التاريخ بالبطولات اللي عملها الاهلي، ابتدى الناس فعلا في انغولا انهم يتابعوا اكثر كره القدم المصريه وخصوصا النادي الاهلي. فتقريبا 70% او 80% من الانغوليين هم جماهير النادي الاهلي. بالتاريخ النادي الاهلي طبعا وعدد البطولات اللي كسبها، فالانجوليين كمان حبوا كره القدم بتاعت النادي الاهلي. برايك ايه سر ارتباط جماهير الاهلي بيك باسم كبير زيك لحد دلوقتي؟ متهيألي إن فوق كل حاجة إن أنا اتعلمت حاجة مهمة جدا في النادي الأهلي، وهي التواضع واحترام الآخرين دايما. وكمان الأخلاق اللي اتعلمتها في بيتي وبعدين في النادي الأهلي هي اللي علمتني بطريقة صحيحة إزاي أتعامل مع الناس وإزاي أكون على ذوقيات عالية معاهم في التعامل. فعلاقتي بالجماهير ليها وحبهم ليا ليها دعوة بالبطولات اللي شاركت فيها في فوز في النادي الأهلي مع زمايلي. وكمان دي تحولت لعلاقة صداقة بيني وبين جماهير النادي الأهلي، وأنا مبسوط جدا بالعلاقة القوية اللي بيني وبينهم دي. فهي علاقة على مستوى عالي من الصداقة. يمكن كان في منافسة كبيرة بينك وبين كابتن سيد معوض في ناحية الشمال، وقبليه كمان كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كنت بتشوف ازاي المنافسة دي والعلاقة بينكم كانت ازاي؟ بس
uma relação saudável, العلاقة دايما كانت علاقة جميلة وصحية، independentemente de existir esta, حتى لو كان في não sei, jogadores, dois a três jogadores na mesma مثلا ثلاث posição, لاعبين mas او اثنين في نفس trabalhar المركز. احنا ما احنا كنا بنشتغل pro دايما clube, pro equipa, باسم o النادي mais importante ونشتغل é a لصالح equipa, الفريق não وصالح é a النادي. comunidade. كان دايما شغلنا كله في اتجاه واحد، ان احنا نساعد الفريق في انه يفوز والانتصار والبطولات. لكن دلوقتي لكن انا كلاعب اجنبي كان لازم احاول اثبت نفسي في الفريق كمان، وفي نفس الوقت اكون في احترام وفي علاقة ود بيني وبين زمايلي. وكنت بشتغل بقوة اني احاول اثبت نفسي في مكاني وفي مساحتي، فعلاقتي بزمايلي اللي في نفس المركز على الرغم ان احنا كنا بنشارك في نفس المركز مع بعض، لكن علاقتي كانت دايما جميلة كويسة. وكان المدرب هو اللي بيختار اللاعب اللي كان مناسب للمباراة او لحالته احسن انه يلعب، وكنا دايما بنتقبل رأي المدرب باحسن صورة. من وجهة نظرك ايه اغلى بطولة حققتها مع النادي الاهلي؟ بطولات متعددة كانت كتير، لكن في واحدة منهم كانت الأغلى اللي كانت 2008 لو ذاكرتي. كان مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي كسبنا فيها 1-0، اللي كان فلافي أحرز فيها هدف برأسية، ده اللي ساعدنا إن احنا نحرز لقب الدوري ساعتها. وده كان من أصعب البطولات اللي شاركت فيها مع النادي الأهلي. الحقيقة أنت وفلافيو ثنائي مميز جدا، يمكن بيعتبر الأفضل في القارة، يعني إيه سر الثنائي ده؟ ما فيش سر ولا حاجة. أنا شايف إن الواقع إن إحنا لعبنا مع بعض في نفس الفريق في بيترو لواندا، فحتى من ساعة ما إحنا ناشئين كنا ابتدينا مع بعض. دايما كنت بتابع معاه اللعب من ساعة الناشئين لغاية الفريق الأول، فده خلى بينا اللعب بينا والجمل ما بينا بقت أسهل، والتفاهم بيننا بقى أقوى. ولما رحنا النادي الأهلي مع مدرب مستر الجزئي المدرب الاسطوري، هو اللي كان بيساعدنا اكتر وكان بيستغل التفاهم اللي بيننا دوت في اللعب وفي الخطط بتاعته، وكلنا كنا بنشتغل على اساس مساعده النادي في الاخر. فده كان من الاسباب اللي خلت مستر مالجوزيه يتعاقد مع فلافيو بعد ما تعاقد معي. بما ان الاهلي داخل على مرحله مهمه جدا وهي افريقيا ومباريات نصف نهائي افريقيا اللي المفروض الشهر الجاي ان شاء الله، يعني كان ايه الاحساس بيبقى اللعب في نهائي افريقيا مع النادي الاهلي، وازاي كنتوا بتحضروا لبطوله افريقيا؟ كنا بنحضر بأحسن صورة ممكنة، زي ما كلنا عارفين إن النادي الأهلي من نادي القمة، فدايما بيدخل بطولة أفريقيا بيدخل دايما على الفوز والفوز بلقب البطولة، وأتمنى إن الأهلي يرجع يفوز تاني بطولة أفريقيا. فالفوز الاهلي بالدوري حاجه، وان لما بنتكلم عن النادي الاهلي من انديه القمه ومن اكبر الانديه، فنتكلم كمان عن فوزه ببطوله افريقيا. لا
اللاعبين اللي هيلعبوا في نصف النهائي عندهم فرصة ان هم يشاركوا في تاريخ النادي وفي عمل تاريخ النادي انهم يكسبوا البطولة الأهم اللي هي بطولة أفريقيا. أكيد طبعا ان دي طموح مجلس إدارة النادي وبمساندتهم للفريق وبطموح اللاعبين والجهاز الفني، دول هيساعدهم اكتر انهم يشوفوا اتجاههم في سياسة النادي دايما اللي هي الفوز بالبطولات ويكسبوا نصف النهائي ويوصلوا للنهائي ويكونوا دايما ببركة جماهير النادي الأهلي. طيب على المستوى الفني شايف ازاي حظوظ او فرص الأهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، وهل انت اصلا متابع الفريق في الوقت الحالي ولا لا؟ أنا بتابع مباريات الأهلي، الأهلي عنده فريق قوي، محتاجين أهم حاجة إن هما يكون عندهم تواضع وما يستهونوش بالخصم، لأن الفريق المنافس كمان في البطولة الأفريقية أظهر مستوى عالي فلازم يحطوا في اعتبارهم ان المباراة هتكون مباراة صعبة، وعشان يقدروا يتأهلوا للمرحلة الجاية لمرحلة النهائي. طيب السؤال الأخير بس، من الفريق المرشح الأول من الفرق الأربعة في وجهة نظرك للفوز بدوري أبطال أفريقيا؟ بشكرك جدا الحقيقة، كنا سعداء بوجود نجم زي جيلبرتو معانا في برنامج السادسة. كل النجوم دي أكيد الجمهور الأهلي بيحب يفتكرها وبيحب يسمع آرائها كمان في الفريق الحالي بقيادة فايلر. هيكون معانا الحقيقة بعد الفاصل كابتن أحمد فوزي مع زميلي أحمد سمير.